شارب المدامى. ولما شاهدوا الساقي تجلى فأيقظ في الدجى من كان ناما. وناداهم عبادي لا تناموا ينال الوصل من هجر المنام. ينال الوصل من سهر الليالي على الأقدام أنحله القيام. فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام. سوى نظر الجليل وذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام. وللمختار مع آل وصحب صلاة الله بدءا واختتاما.